إذن الار دي بي إذا ما معطات هذا الار دي بي من هي radius of crushed zone إذا ما معطات هذه تأخذ على أساس كونها radius of perforation plus 0.5 بس خلي بالك إن الار سب بي لازم تكون بالإنج الار دي radius of damaged zone إذا ما معطات إليك هذه تحسب من ار دبليو بلس 1 وار دبليو لازم تكون فت أوكي حتى تستخدمهم بالمعادلات السابقة ويكون بإمكانك حساب A sub P و B sub P خوش إذن من حسابة A sub B و B sub P وأنت أساساً تعرف شلون تحسب A sub R B sub R راح تجمعهم مع بعض راح تكون A تساوي A sub R plus A sub B و B راح تساوي B sub R plus B sub B ومن ثم تروح إلى المعادلة تقدر تحسب البرشر دروب إذا عدك perforated cased hole. زين. إذا عندك gravel packed. إذا عندك gravel packed تحتاج A sub G و B sub G. A sub G تنحسب من هاي المعادلة. نشوف عيني. وخلي بالك إن L هذا يروح إلى هذا يمثل سمك ال 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 السكرين طول أو سمك السكرين اللي نستخدمه بالجرافل باد هذا والكي جي لا تلعب يا معود لا حد والكي جي تمثل البرمابيليتي مال الجرافل باد and a number of perforations R sub B, radius of perforations. أما B sub G فتحسب من هذه المعادلة. إش بيها أيضا بيتا G. بيتا G من وين تنحسب؟ هذه بيتا G. تحسب من هذه المعادلة. تشوف عيني؟ هذه هي البيتا G هذه المعادلة. وفيها شنو probability of gravel packed B sub G. للغاز هذه المعادلات وللنفط مثل هذه المعادلات للنفط A sub G B sub G وبالنسبة للغاز A sub G B sub G بالنسبة لB sub G عندنا البيتا G بيتا G تنحسب من هذه المعادلة وهذا الجدول يعطيك فكرة عن نفاذية الجرافل باكت لما يتبادل على الشيف سايز الشيف سايز يعني شنو يعني حجم الستون اللي راح تستخدمه بال 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 بالفلتر إذا كان الحجم صغير البرمابيليتي راح تكون قليلة إذا كان الحجم كبير البرمابيليتي راح تكون كبيرة هذا ركس آيفون يعني مكيف يعني بخلي له ركس آيفون عود راح أنا أذكر يعني أوكي إذا الآن انتهينا هذا الآن هذه هي الطريقة اللي من خلالها نقدر نحسب دلتا بي إذا كان عندك open hole completion إذا كان عندك cemented perforated casing وإذا كان عندك gravel packed completion الآن ما ظل عندي وقت من الأسبوع السابق من الأسبوع القادم إن شاء الله راح نبدي يعني التطبيق العملي لكيفية حساب دلتا بي للcompletion system أكو سؤال هنا شباب أكو سؤال عيني هنا عندكم ماكو جيد ما عندكم جيد
مشكلة هاي، إذا هسه يدخل لي ويريدني أضيف اسمه، يعني شنو هذا؟ دكتور طافي التسجيل لان راح يصير هواي. شلون؟ اقول لك تسجيل دكتور طافي اذا راح يصير هواي.